فيك السرور والهنا. إذن مشاهدينا، من أجواء العيد في الجزائر وفرحة العيد في الجزائر، نذهب مباشرة إلى أجواء العيد في ديار الغربة مع أهلنا في الغربة، ونذهب مباشرة إلى إيطاليا بالتحديد مع الأستاذة أسيا بالحاج، وهي ناشطة جمعوية وكاتبة مقيمة منذ 10 سنوات بإيطاليا، لتحدثنا عن نفسها وعن أجواء العيد في إيطاليا. أهلا بك أستاذة. السلام عليكم. شكرا على الدعوة. عيدك مبارك حفصة، وصحة عيد مبارك. كل عام وانتم بخير، الله يعيدوا علينا بالصحة والهنا والبركة إن شاء الله، الله يتقبل صيام اللي صايمين إن شاء الله. حبيت نشكركم على الدعوة، ونشكر أهلنا المقيمين بإيطاليا على الدعوة هذه. احنا الأجواء هنا في إيطاليا أكيد ماهيش راح تكون كما الأجواء في الجزائر، لكن نحاولوا فيما امكن انه نخلقوا جو عائلي، جو مناسب كما يقولوا، لانه بحكم اني عندي الاولاد وغير ذلك، يعني نديروا لو ماكسيموم انه نعيشون في جو العيد. نحاولوا من خلال قناتنا نقول لكم نعم. اجواء الفرحه هذه واجواء العادات والتقاليد في الجزائر، ربما يلحق لكم شويه هذاك الاجواء هذه في الوطن. نعم اكيد، نحاولوا دائما انه نقيدوا بالعادات والتقاليد، لانه جد مهم، خاصه لانه تراث نحبوا نورثوا حتى لاولادنا، اللي رغم انهم زايدين هنا في ايطاليا. فمثلا نحاولوا نلبسوا حتى في بعض الاحيان البسه تقليديه في المنزل، من لباس اللي لابسه اليوم، لباس قبائلي، لباس تقليدي الجزائري، لانه اصل تاعي انا من بجايه، صدوق في منطقه اسمها صدوق، وانا عندي يعني عندي اكثر من 10 سنوات هنا في ايطاليا. وأكيد أستاذة، يعني باش نحطوا المشاهدين في الصورة، يعني من هي أسيا بالحاج؟ أنا كنت قلت أسيا بالحاج هي ناشطة جمعوية وكاتبة ومقيمة منذ 10 سنوات بإيطاليا، يعني نبذة قصيرة عن الأستاذة أسيا بالحاج، عرفينا بنفسك. نبذة صغيرة، نجمو نقولوا أسيا بالحاج إنسانة جزائرية وفخورة بانتمائي أكيد للجزائر، وفي هذه 10 سنوات لما قلت أنه ناشطة، حاولت دائما في هذه 10 سنوات أني نصور أجمل صورة عن الجزائر، ونكون سفيرة لها هنا في إيطاليا. ليس فقط، حاولت أنه أيضا نعمل العديد من الأمور لتغيير الأفكار الخاطئة عن المسلمين بصفة عامة، وين عملت العديد من الامور اللي ساهمت في خلق الحوار مع هذا العالم الجديد، اللي باش نلعبوا يعني دور ولو القليل، يعني لنزع الخوف والاسلاموفوبيا في من ناحيه الاسلام، وهذا كان جد مهم بالنسبه لي في هذه 10 سنوات. يعني انت استاذه مهتمه بكتابات نعم. في قضايا المراه. نعم الكتابة حقيقة، نعم الكتابة كانت لي أول تجربة عندي، فقط عام كتبت أول كتاب لي، والكتاب حقيقة كان نتيجة لأني أحسست أنه لابد لنا أن يعني نعرف بأنفسنا، لأنه عايشين في واحد ممكن نقول مجتمع وين يصعب أنه تعطى لك الفرصة للتكلم عن نفسك. لما أتكلم عن نفسي أقول نفسي ليس فقط آسيا كآسيا، إنما كامرأة مسلمة، لأنه هنا ينظر لي كامرأة مسلمة جزائرية. في هذا الكتاب صوميت ما وراء الحجاب، كان هو دعوة للحوار، دعوة للتعرف على الجزائر، هي دعوة للتعرف على المرأة المسلمة والثقافة العربية وغير ذلك. يعني الكتاب كتاب ما وراء الحجاب، باش يكونوا المشاهدين في الصورة، هو يحكي قصة اندماجك كامرأة محجبة في مجتمع غربي. نعم نعم، قصتي مع الاندماج هنا في المجتمع الإيطالي، أنه جد مهم، لأنه كما قلت في الأول دائما رغم رانا في 2020، لكن ما زال ينظر للمرأة المسلمة والإسلام بصفة عامة يعني بسلبية، ونظن أنه من واجبنا نحن كمسلمين عايشين هنا في أوروبا وفي أي مكان في العالم أنه نكون سفراء لهذا الدين وللثقافة أيضا العربية والإسلامية. وحاولت في هذا الكتاب البسيط جدا أني يعني أحكي كل قصتي كامرأة مسلمة جزائرية وعربية بصفة عامة.
جميل يعني، وهذا فخر للجزائر أننا نشوف نساء جزائريات في بلاد الغربة يمثلوا المرأة الجزائرية الأصيلة بهذا الكتاب أو بالنشاطات الجمعوية أو بأي نشاط يعني تقدر فيه المرأة أنها تمثل نفسها وتمثل وطنها. وكيف كانت يعني ردة فعل يعني الإيطاليين هناك يعني بعد ما أصدرت الكتاب و حقيقة ردة الفعل لم أتصورها، يعني بحكم أنه أول تجربة لي، وكان أمر واحد آخر ثاني لأنه الكثير ظن أني يعني زدت في إيطاليا. يعني كان أول تحدي بالنسبة لي كان اللغة، أني يعني عملت مجهود الكتاب كبير أني للأستاذة باللغة أتعلم اللغة. الإيطالية. نعم، أتعلم اللغة وأكتب، لأني فهمت أنه يعني الآن في هذا الوقت أنه أفضل سلاح لنا كمسلمين هو الكتابة، لأن الكتاب يعني تعطيك الفرصة أنك توصل للعديد من الأشخاص. الانطباع للكتاب حقيقة الحمد لله، الآن راني في صدد، في سبتمبر إن شاء الله إذا وفقني الله عز وجل أعمل طبعة ثالثة، طبعة الحمد ثالثة لله للكتاب بالتوفيق من الله إن عز شاء وجل، الله. بحكم انه يعني بيعت كل الطبعة الاولى والثانية الحمد لله، وهذا دليل على انه يعني الكتاب رغم بساطته هو حقيقة كتاب بسيط جدا، لكن نظن في بعض الاحيان البساطة هي من توصل اكثر من الامور المتراكمة، ونظن انه في بعض الاحيان نحتاج الى تبسيط الامور خاصة فيما يتعلق بالاسلام والثقافة العربية والإسلامية بصفة عامة، ونظن يعني المكان اللي وصل ليه الكتاب يعني انتشار هذا الكتاب نظن أنه من بساطته وتلقائية الكتاب، والحمد لله نحمد الله يعني عز وجل. بساطة الكلمة وأسلوب الكتاب هو اللي خلى ربما الإيطاليين نجيبه حتى للجزائر إن شاء الله. ونعم وقتاش يدخل أستاذة للجزائر؟ إن شاء الله بحكم ظروف تاع كورونا فيروس يعني زي جميع الأشخاص يعني خربخت لنا البرمجة كما نقولوا، لكن إن شاء الله بعد الصيف فيه يعني مخطط إن هناك شاء الله بعد مشروع أنه الصيف إن شاء يترجم الله. إلى العربية ويكون متاح في الأسواق الجزائرية. نعم، باش الفكرة أيضا أنه نجيب للجزائر، أنه نظن أنه محتاجين نحن كجزائريين يعني أنه تعرف قصصنا في الغربة نظن، ونحكي أيضا في بعض الأحيان المعاناة اللي يعانيها يعني تعانيها الجالية المسلمة أيضا هنا، التحديات وممكن حتى الإنجازات اللي عملناها، لما لا، رغم أنها بسيطة، لكن دائما زي ما نقول يعني يكرموك ما يكرموك في أي بلد، لكن ليس كما يعني كرم في بلدك. وصلي رسالتك أيضا في بلدك الأصلي، يعني بالنسبة لي ولو كلمة واحدة في بلدي يعني بالنسبة لي أغلى وأغلى من أي كلمة يعني انعطت لي هنا، لأنه الحمد لله الكتاب يعني بحكم أنه انتشر وحتى وصلت حتى رئيس الجمهورية الإيطالية وإن كتب لي رسالة شكر على الكتاب، يعني هذا شرف لي، لكن يكون شرف أكثر لي أنه الكتاب يعرف في بلدي الأصلي وتعرف قصتي في الجزائر. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك في أقرب وقت في الجزائر بين أهلك وناسك، ونحن فخورين بمثل هكذا نماذج تشرف الوطن في ديار الغربة. وهل من مشاريع قادمة أستاذة يعني في نشاطاتك الجمعوية أو في مجال الكتابة؟ نعم، المجال الكتابة، نعم راني نعمل في الكتاب الثاني إن شاء الله، دائما في موضوع المرأة لأننا مختصة بزاف بموضوع المرأة. نسيت باش نقول فقط أنا عن غرار الكتابة والنشاط أيضا، أنا مسؤولة مشروع اسمه عائشة لمناهضة العنف والاضطهاد ضد المرأة المسلمة هنا في أوروبا، أنا مسؤولة فرع في منطقتي، ويعني أنا مهتمة جدا فيما يتعلق بموضوع المرأة المسلمة، نتمنى أيضا أني لما لا تكون لي حتى يعني فرصة حتى في الجزائر أنه أنقل تجربة هذا المشروع إلى الجزائر، لما لا للتعاون مع حتى جمعيات يعني تعمل في هذا يعني المواضيع التي تخص المرأة المسلمة، ونقل تجارب يعني اللي عملناها هنا في إيطاليا إلى الجزائر، ولما لا إن شاء الله إن شاء الله إن أتمنى. شاء الله نشوفك في أقرب الآجال، وهذا قلت لك
فخر وشرف للجزائر إن شاء الله. إن وبالنسبة شاء الله، إن شاء للأجواء، الله. أجواء العيد في إيطاليا أستاذة، كيفاش تحيي سنة العيد هناك؟ أكيد أجواء الفرحة ولا أجواء العادات والتقاليد غير الجزائر، أكيد ما تكونش كيف، لكن ربما يلتقي أبناء الجالية، ولا يعني كيفاش تجوزوا عيد الأضحى المبارك؟ نعم، عيد الأضحى يعني نشروا الكبش كيما الناس، يعني نحيي السنة رغم أنه ما نشوفوش الكبش، يعني بحكم أنه هذا العام، لأنه بحكم كورونا فيروس، يعني ما كانش الفرصة أنك تروحي تختاري الكبش وغير ذلك، يعني المجزرة هي التي تستكلف يعني بهذا الأمر بحكم كورونا فيروس. واسمه صباحا، يعني صباح العيد نروحوا يعني واحد المنطقة وين يكروا صالة كبيرة، وين نجتمعوا جميعا كجالية مسلمة اللي موجودة في هذه المنطقة، يعني نديروا صلاة العيد مع بعض، وين يعني نتبادلوا التحية تاع العيد، وحتى ناخذوا معانا بعض الحلويات، ويعني على الأقل يخلق جو يعني تحاولوا للأطفال كأبناء أيضا الجالية يشموا حوش هناك تاع أنكم العيد، يعني تخلقوا كما هذاك الجو الجزائر يعني. تاع العيد. نعم قلت لك يعني تحاولوا أنكم هناك أبناء الجالية الجزائرية هناك أنكم نعم تخلقوا هذاك الجيل وتخلقوا نوع من الحميمية هناك أكيد، بينكم. نعم، نحاول على الأقل الفترة هذا ربما الصباحية يقلل أنه شوية، يقلل شوية وقع الفراق يعني عن الجزائر. أكيد أكيد، أنا دائما أقول العيد أكيد ماشي كما الجزائر، ونويت أنه يعني ندير العيد الكبير في الجزائر، لكن بحكم ظروف كورونا فيروس إن شاء الله الله يرفد هذا الوباء يا إن شاء رب الله إن في شاء الله. أقرب وقت إن شاء الله على الجزائر وعلى يعني في جميع المناطق في العالم إن شاء الله، لكن بحكم ما كتبش الله عز وجل إنه ندير العيد الكبير هذا العام، يعني لكن نحاولوا هنا في إيطاليا نخلقوا جو، خاصة الأطفال يعني كلهم حوايج تاع العيد، وبعد يعني بعد صلاة، لأن نديهم معايا لصلاة العيد باش يتلاقوا بالأشخاص، باش يعيشوا هذيك يعني هذيك الأوقات يعني اللي تبين أنه عيد يعني، وبعد ذلك نعود نولوا للمنزل، وفي بعض الأحيان يعني نخرجوا نديروا المشاوي برا، يعني نخرج كاين أماكن مخصصة هنايا للشواء، يعني في بعض الأحيان يعني نتصل بعائلات، يعني نكونوا عائلة أو اثنتين يعني كعائلتين، ويعني نقضوا يوم كامل مع بعض يعني بالحلويات، ليست فقط الجزائر، لأنه في بعض الأحيان المنطقة اللي نسكن فيها حتى مغاربة أكثر، في بعض الأحيان يعني نلتقي بالمغاربة، يعني كل واحد يعني ربما يجيب حتى تلتقوا مع الطبق أبناء بتاعه. يعني ماشي غير الجزائرية، حتى العربية. نعم قلت لك يعني تلتقيوا يعني حتى مع الجالية العربية، يعني ماشي غير الجزائرية. نعم، لأنه هنا في المنطقة، خاصة في المنطقة اللي نعيش فيها، يعني فيها مثلا المصريين، فيها المغاربة، جزائريين، أتراك، ماتشيدونيين، يعني عندنا خليط من الجالية المسلمة، يعني وكلنا نعمل يعني صلاة العيد مع بعض في مكان يعني مخصص نديره في كل عام، يعني الصلاة فيه مكان يعني كبير، يعني مش مسلم، مش المسجد. جميل سيدة آسيا، كنت معنا مباشرة من إيطاليا، نشكرك على قبول الدعوة هذه. ربما كلمة أخيرة توجهيها لأهلك أو أحبابك هنا في الجزائر. نعم، أنا ثاني حبيت نشكركم بزاف على هذه المناسبة، يعني على هذه الفرصة لي، هي أول فرصة لي يعني أن نكون إن على شاء الله ما قناة تكونش جزائرية، وهذا آخر شرف فرصة. لي يعني. حبيت نشكرك حبيبتي حفصة على هذه يعني الفرصة اللي أتحتيها لأني يعني أهضر على نفسي يعني كمواطنة جزائرية عايشة في إيطاليا. تحيات بحكم أول مرة يعني نعمل تحيات، نحاول ما ننسى حتى واحد وما نطولش. إن شاء الله، على تفضلي. تحياتي أكيد جميع الشعب الجزائري وللجزائر، نقول لهم توحشتكم بزاف واحد بواحد، لأنه عندي 3 سنوات ما جيتش الجزائر، يعني توحشت كاع الجزائر أكملها. نحيي إن شاء أيضا الله يكون عائلة لقاء عن زوجي، قريب. عائلة ميراغا في بوفاريك، وعائلة ميراغا في أي مكان يعني في بوفاريك، عجوزتي من بوفاريك زهور نحييها بزاف، نحيي عائلة بالحاج، نحيي الوالدة تاعي في الجزائر مليكة جلواح، هي دي حنان، سيليا، سفيان، إن شاء الله برك ما نسيت حتى واحد، زهرة في سوريا، أختي زهرة في سوريا نحييها أيضا، نحيي عائلة بالحاج، عائلة جلواح، إن شاء الله ما نسيت حتى واحد، نحيي كل أي واحد يعرفني يعرف آسيا بالحاج، يعني نقدم له يعني تهاني العيد، إن شاء الله كل عام وانتم بخير،
إن شاء الله الله يدخلوا علينا بالخير والصحة والهنا، ويكون سبب في رفع البلاء إن شاء الله على الجزائر وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله. وحنا نتمنى تنبغيو أن يمسيك نحييوك حتى ونحيي واحد. كل عائلتك الكريمة وكل أبناء الجالية الجزائرية في إيطاليا وفي كل بقاع العالم أينما كانوا. نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله العيد القادم تكونوا بين أهلكم وناسكم هنا في الجزائر. الله يحفظك بارك الله فيك، شكرا. وبرك ما باش ما ننساش برك على بالي نعم راح يحاسبوني باش ما ننسى الاب نعم تاعي بالحج العربي خويا سفيان باش ما ننساش، تفضل. والا راح يحاسبني لواساتي ثاني في بوفاريك سليمه كنزه سهام فله بشرى باش ما ننساهمش اكيد، وحياتي قاعده اي واحد يعرفني. وبارك الله فيكم نحييهم وجزاكم الله كلهم خيرا، ونقول لهم عيدكم وشكرا لك مبارك حبيبتي وكل حفصه، عام وأنتم بألف خير. شكرا أستاذة أسياء، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.